سندياني، لو بتحكي سندياني هونيك كانت بتحكي عن النوم. انت هذا بال من شي 60 سنة تقريبا، والناول ما بيتغير، لا لأنه فيش آلات حديثة، هذا الخشب مثل ما هو. والناول بالماضي ما كانش فيه الخشب هذا، هون هذا الحاجز يعني، كان في حفرة بالأرض كيف بيعملوا للسيارات غيار زيت، نفس الطريقة حتى ما ياخذوا كمية خشب. تطورت الأيام وتطور النوم بهالخشب هذا بهالحاجز، ولا على ما هو هيدا النير والمشط والسدي، هو ما بيتغير، ما عندناش مكانات حديثية. كيف بتبلش؟ خبرني شو عن العملية، كيف بتبلش من الأول للآخر وقديش بدها وقت؟ تفضل. كيف بتبلش العملية من الأول للآخر وقديش بدها وقت؟ يعني بدك تسرق المصلحة ولا شو؟ بدايتها أساس هذا الخيط السدي، نحن بنسميه سدي، إلو هوني طيار، بنسميه طيار، بنلف الخيطان، يعني إذا بدنا متر للخمسين، متر للمية متر، بنسوي هوني، بنرجع بده يتعبى هون خيط خيط، يعني اثنين بده يكون واحد هون وواحد هون، هاودي كل خيط جاي بوحدة من هاودي. والناول هيدا مثل هيدا، بس بيختلف في العرض، العرض بيختلف ما بين ما يكون عريض ما يكون قليل العرض. عندنا القماش واحد تقريبا، الناول هيداك لا بيختلف، هيداك ما بيشيل شغل، هيداك نحن بنعتبره شغل ثقيل لأنه حد في هيداك. هيدا تعرف هاي الشخصية جاي كيف لكان؟ كاسترو، هيدي المرحوم والدي كان يبلش فيها، هيدا كل ما ضربنا الخيط هونيك بدنا نشق هيك، ليش؟ مشان تلحوا مع بعضهم. لا بيختلف هونيك، هونيك بنزت الخيط شمال واليمين لحاله يلحم، بدوش هذا دقيق كثير، بياخذ وقت وبياخذ شغل. طيب المصلحة عندكم ايمتى بلشت؟ المصلحة عندكم ايمتى بلشت؟ حدود ال 120 سنة تقريبا. بهالمحل ذاته؟ لا كان تغير كثير، كان بيتنا كثير قليل، ضيق كثير، كان في غرفة فقط تحت، والمرحوم والدي زاد عليها تحت، وهون صارت بهالشكل هذا. شو بتعملوا اليوم؟ بتعملوا بس عبايات؟ عبايات مفروض شاط، حضرتك بتشوف يعني شو في عندنا هون، كل هالمساطر الفرش، نعم، بيت فؤادي شاب المرحوم والدي فرشوه، كان في عقد مع المرحوم إميل البستاني قبل ما توفي ب 63، كان كل شغلنا ياخذوا هدايا، ما كانوا تاجروا فيه، كل الشغل اللي بيطلع عنا هون بعقد مع المرحوم والدي مع إميل البستاني. ومن بعد ما راحت يعني ودع، تقريبا وقفنا الشغل. بعدين إميل بستاني كان عنده بنت اسمها ميرنا، ميرنا بعدها اليوم بعتقد، طيب بس إجانا ميرنا هاوني بالبيت، خطروا يسموا ميرنا بقدر ما كانت العلاقة نحن وياهم على مستوى. نعم. طيب شو هن الشخصيات اللي بتتذكرهم؟ شو الشخصيات اللي بتتذكرهم اللي عملتوا لهم عبيات؟ يعني حديث بطول، شو بدي اقول لك؟ في عنا تصوير الجرايد، الشريف الاخوي لازم يكون عندك فكره عنه. وشريف الاخوي كان يجي حتى لو ما في شيء، يجي زياره لوين لهون. شخصيات قليل من الهيئات الدبلوماسيه تجي لهون. في ناس يوصلوا على المطار ويضلوا جايين لهون. هيدي المصلحة عندنا أخذت شهرة قديمة، وبهال من بعد الأحداث هيدي تغيرت كل الأمور. إذا بدك ضو يعني.
كنت خابر بسكنتا في عندهم اللي يشتغلوا البسط، بس يمكن ما عادش في حدا منهم. بسكنتا تواصل على بسكنتا لهونيك في بعد نويل؟ ما بعتقد لا. قرر قرر.